عمل معلقنا الكابتن عزب الشرباجي. اذا سموحه ثاني الفرق المتاهله للدور قبل النهائي بعد السواحلي الليبي. الف مبروك نادي سموحه التاهل للدور قبل النهائي، هارد لك نادي الطيران. الحقيقه نادي الطيران مش مفروض يزعلوا، المباراه كانت رائعه، عملوا اللي عليهم، ادوا اللي عليهم، المباراه خلصت ب 3-2، الفريقين الحقيقه النهارده كسبانين. بس الحقيقه النهارده انا مش هينفع اتكلم في الطايره خالص في حضره النجوم اللي معانا النهارده في الاستوديو. الحقيقه الاستوديو التحليلي النهارده ولا اروع. معايا نجمين طبعا، معايا نجم نادي الاهلي السابق ومديره فني السابق ومدير فني المنتخب ورئيس اتحاد الكره الطائره السابق الدكتور فؤاد عبد السلام. اهلا بيك يا دكتور. اهلا دكتور، منورنا ومشرفنا للمره الثانيه. الله يحفظك. طبعا برحب بنجم كبير كلاعب ونجم كبير كمدير فني ومدير فني الاهلي منتخب مصر، قول زي ما انت عايز في الناحيه الفنيه، وحدث ولا حرك، تتلمذ على يده كتير جدا من المدربين في الكره الطائره، وايضا اكتشف لاعبين كتير. كابتن نور عطيه، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، منورنا في قناه النادي الاهلي لاول مره، والحقيقه ده شرف كبير جدا ان انا اكون مع حضرتك. الله يخليك. هي مش اول مره، انا اشتغلت قبل كده بس في 2008 2007 كده يعني. يمكن في الثوب الجديد يعني، ده شرف كبير ليا ان انا اكون مع حضرتك. ده شرف لينا كابتن. نخش في الموضوع على طول يا كابتن. اتفضل. احنا ما عندناش وقت نتكلم على مباراه سموحه والطيران، الحقيقه هنتناولها بشكل ثاني في وقت ثاني، ولكن هنخش في مباراه الاهلي على طول لان هي بعد نص ساعه هتنطلق. توقعاتك للمباراه، تحليلك للمباراه الفنيه يا كابتن، اتفضل. لا، هو النادي الاهلي بيلعب في حته ثانيه خالص بعيد عن بقيه الفرق، وان شاء الله يكلل بالبطوله ال 13 ان شاء الله، يعني اللي بعد النادي الاهلي 6 مرات يعني. 6 مرات صحيح. الزمالك 5 مرات، احنا 12 مره، ودي ان شاء الله صحيح ال 13، وان شاء الله النهارده نكسب 3-0. طب يعني كابتن، يعني حضرتك شايف الناحيه الفنيه يمكن في بعض الارقام ما بتكذبش، احنا افضل الحمد لله من فريق خدمات الكيني، ولكن شايف كابتن محمد مصالح حميد النهارده ممكن يبتدي ازاي بالتشكيل؟ هل هيبتدي فول باور النهارده دور الثمانيه؟ مفيش اي حسابات يعني التكسبه والعبه زي ما بيقولوا، ولا هيؤثر ان هو يفضل يريح بعض اللاعبين، خاصه احمد عبد العال لسه راجع من اصابه، شكري الجويني احتمال كبير يشارك النهارده؟ شايف النهارده كابتن ميدو ممكن يلعب المباراه ازاي؟ والله اي 6 لعيبه في النادي الاهلي هيأدوا على اعلى مستوى. النادي الاهلي ما عندوش، النادي الاهلي عنده 14 لعيب صحيح على مستوى عالي جدا، اي 6 ينزلوا يلعبوا يأدوا. اي نعم، هو عنده اللعيب الاجنبي التونسي وعبد العال عندهم اصابات، بس عنده البدائل، عنده منعم، عنده احمد سعيد، عنده يوسف الصافي، مش اقل منهم يعني. فان شاء الله مفيش قلق خالص، مفيش قلق، و اي 6 لاعبين هنبتدي بيهم مفيش قلق بالظبط. وانا من رايي ان هو ما يلعبش اللعيب التونسي النهارده، يديله اكبر وقت من الراحه، من الراحه للسيمي فاينل والفاينل ان شاء الله. طب كابتن، توقعات حضرتك للتشكيل في البدايه؟ يعني حضرتك تابعت المباريات السابقه، يعني طبعا حضرتك بتتواجد في ارض الملعب بصفه دايمه كعضو في اللجنه الفنيه وفي ارضه ايضا في بطوله السيدات، حضرتك شايف التشكيل ممكن يبتدي بيه النادي الاهلي؟ هو يعني دايما بيبدا بقض وكروس معاه يا عبد الله يا حسام يوسف، تمام، بيبدا بده مره وينهي بالتاني او العكس، تمام. ده مركز 2 الاوبزيت والبصير. 4 عنده النهارده احمد سعيد وعنده محمد عبد المنعم. 3 عنده حليم وعنده محمد عادل. محمد عادل يعني التشكيل ما بيطلعش عن كده. وليبرو ان شاء الله ممكن يكون معوض يعني، معوض او رمضان مش وحش يعني. كويسين رمضان مش كويس، واعد يعني ان شاء الله. صحيح يا كابتن. اجي لك يا دكتور فؤاد، يعني حضرتك شايف المباراه ازاي؟ يعني رايك. لا، هو طبعا زي ما تفضل كابتن نور، الكفه الفنيه لصالح النادي الاهلي بكل المقاييس. انا في اعتقادي ان هو هيثبت 2 في البدايه بحيث ان هم يعملوا التفوق، اللي هم الاثنين سناتر في الكور السريعه. كل الفرق السمراء في افريقيا ما بتلعبش كويس على الهجوم السريع، او ممكن الهجوم المركب من فوقه فبيتمطئوا كتير مع البلوك. فعنده عبد الحليم وعادل زي ما قال، ويقدر فعلا هو يريح عبد العال ويريح شكري في مركز 4. عنده منعم لازم يجهزه، لان منعم برضه هينفعه في الكره الاولى. صحيح. في الاوقات الحرجه بينزل
ايوه يوقف الفرقه كويس او الارسالات بتاعه الخصم. معاه احمد سعيد هو نجم البطوله انا من وجهه نظر. طب في بعض المتابعين يا دكتور بيقولوا ممكن نلجا لاحمد سعيد يلعب في مركز اثنين، خاصه ان احنا عندنا قطب هو اللي جاهز في مركز اثنين. شايف نخسر سعيد في اربعه ولا نسيبه في اربعه ومركز اثنين؟ مش هينفع يوديه في حاله وجود اثنين لعيبه مصابين عنده من مركز اربعه. يعني هو عنده اوريدي احمد عبد العال يا دوبك يعني يشركوا نص شوط ولا حاجه، لعب امبارح وطمنا عليه. يعني مش هيديله ماتش كامل. ونفس الوضع برضو بالنسبه للعيب التونسي شكري، ممكن يديله فتره صغيره من المباراه يطمن عليه ويريحه، لان هو عنده الماتش برضو اللي جاي هيبقى مع سموحه باذن الله، وهيبقى فيه يوم راحه، فهو كده قدامه النهارده وبكره ويقدر يلعب بالتشكيل اللي هو عايزه. اما المعدين مش هتفرق مين اللي يلعب، حسام او عبد الله عبد السلام، اي واحد فيهم هيقدر ينزل. الاثنين اعتقد هياخدوا فرص متساويه النهارده. قطب هو اللي لما الفرقه تمشي يبقى في الاخر ممكن يشوف بديل في مركز اثنين مكانه، بس المهم ان هو يعدي. السجون فرقه مش سهله، صحيح، ما ينفعش ان انا استهتر بيها. السجون قصدي الخدمات العامه كيني، فرقه مش سهله، فرقه كويسه، فرقه اطوالها كويسه. الفرقه دي عندها هجوم سريع كويس لكن ما عندهاش بلوك كويس، صحيح. فانا في اعتقاد ولا ارسالات برضو زي الاهلي مؤثره وفيها تكتيك، واكيد ادى المحاضره الكابتن زكريا هو وميدو النهارده وعارفين هيلعبوا الارسالات ازاي وزوايا الضرب ازاي، كل ده اكيد هم مذاكرينه. يعني كباتن استاذن حضراتكم، يعني دي طبعا عمليات الاحماء النادي الاهلي وخدمات العامه الكيني موجودين بارض الملعب، بس استاذن حضراتكم خلاص هيبدا يعني. هيبتدي بس في بعض الارقام يا كباتن هقولها لحضراتكم واستاذنكم برضو نعلق عليها. متوسط الاعمار في فريق كينيا 26 سنه و7 من عشره، في النادي الاهلي 27 تقريبا، الفرقتين يعتبروا في احسن سن 26 سنه هم الاثنين. عندنا الهايت المتوسط الاطوال الخدمات العامه الكيني 189 سنتي، ده متوسط اطوال اللاعبين. النادي الاهلي 198، يعني احنا 2 متر هم تقريبا 190 سنتي. يبقى الاطوال احسن، احنا كفتنا احسن في الاطوال. في السبايك يا كابتن الضرب من السبايك عندنا في الخدمات الكيني 3 متر 25. في النادي الاهلي 3 متر 46، بس الارقام بتاعت الخدمات الكيني الخدمات العامه الكيني افضل كتير من الفرق اللي احنا لعبناها في المجموعه. يعني 3 متر 25 في السبايك، في الوقت البلوك بتاعنا 3 متر 28. يعني هم بيضربوا 3 متر 25 احنا بلوكنا 3 متر 28، اذا احنا الحمد لله اوفر الضرب بتاعهم. احنا عندنا الضرب بتاعنا 3 متر 46 هم 3 متر 21، يبقى الضرب عندنا احسن وايدينا اعلى من ايديهم. راي حضرتك ايه في الارقام دي يا كابتن فؤاد؟ ده يعني انا بحييك والله على الاحصائيات دي، لان انا زمان وانا بشتغل دي كانت لعبتي علشان نشوف الثغره اللي هننفذ منها فين. ده التشكيل الاحصاءات دي بتاعت ال 14 فرقه، صحيح، ال 14 لاعب لو عملناها على الست لاعبين الاهلي هيفرق بكتير جدا، صحيح. عشان كده في الاول قلت لحضرتك انه هيلعب بعادل وعبو يعلي عليهم الملعب جامد، لان فارق الطول في اكتر من 15 سنتي، صحيح. فواحد 2 متر 17 اللي بيلعب في البطوله فهو هنا هيبدا يلعب سريع بحيث انه يهبطهم بعد كده يبدا يغير. وده ياكد كلام حضرتك اللي قلته قبل الاحصائيات يا كابتن. لكن كده انا موافقك تماما، كل الاحصاءات في صالح النادي الاهلي. خبره النادي الاهلي اعلى في عدد مرات الفوز اللي هي موجوده. النادي الاهلي اعتقد بيقدم وجبه دسمه لمنتخب مصر، صحيح، قبل بطوله العالم، لان كده الموسم امتد. خلي بالك كابتن اربع فرق مصريه مشاركه، يعني النادي الاهلي بيقدم خدمه كبيره جدا للكره الطائره في مصر، ان اربع فرق مصريه بتشارك ودي اكبر اعداد للمنتخب. بالظبط، يعني كده هم هيروحوا ما شاء الله يبقوا مستعدين كويس جدا، هنلعب الكاس بعد كده هيبداوا الاعداد للفريق القومي باذن الله. كابتن نور تعليق حضرتك على الارقام دي، هل هنشوف بالارقام دي فارق في الملعب كبير؟ ده اللي احنا بنقوله ان شاء الله النهارده الاهلي يكسب 3-0. وبعدين احمد سعيد ما ينفعش في الظروف اللي فيها الفرقه دلوقتي ان في اثنين مصابين في مركز اربعه
وكمان ناخد ده وننقله يلعب مركز اثنين. الوحيد اللي ممكن يعمل كده لو عايز يريح اوض مين يا كابتن؟ محمد عادل. محمد عادل يروح لانه بيلعب هنا وهنا وهو عنده بدائل في ثلاثات يعني ممكن تخش مكانه. صحيح. لو هو عاوز يريح اوض بشويه. طب كابتن انا عايز حضرتك سؤال، ما ينفعش طبعا حضرتك تبقى معايا في الاستوديو وما اسالش حضرتك السؤال ده. حضرتك يعني من المدربين القلائل في مصر اللي بيعمل النجوم وبيكتشف اللاعبين وهم صغيرين وليك نظره ثاقبه. احنا دي تلات لاعبين دلوقتي صغيرين بيشاركوا مع الفريق، عبد الرحمن، يوسف حمدي الصافي، ومحمد رمضان. شايف حضرتك التلاته دول مستقبلهم عامل ازاي؟ وهل هم فعلا تعتبر البطوله دي مولد نجوم جداد مع الفريق؟ لا هم مولودين اوريدي لان هم احنا عارفينهم من زمان. ويمكن عبد الرحمن انا اتكلمت وانا في نادي الشمس، كلمت خالد ابو زينه قلت له ده لازم تجيبوه لان الزمالك بيلم الناشئين وخد لعيبه بتروجيت المميزين وبقاله 3 سنين بيلم لعيبه وعمل فرقه الزمالك كويسه. واللعيب ده انا كنت ماسك منتخب الناشئين، هو موهوب في البلوك وطويل ولعيب مؤثر. صحيح. الحمد لله كان قال مش عارف عنده مشكله في ايه، الدكتور قال لا او مش لا، قلت له بلا دكتور بلا مش دكتور لازم يتسجل. لازم يتسجل بالظبط عشان كده اتاخد وتسجل. سافر مع الكابتن ابراهيم دوري عالمي وهو لعيب صغير. صحيح. لسه كمان مش الثلاثه دول بس، يعني هو في عبد الرحمن الحسيني. صحيح. يعني يوسف حمدي الصافي تحت 17 سنه بالظبط، اخر سنه 17 ليه. في عبد الرحمن الحسيني ده فلته من فلتات الفولي، اسمع عنه وعارف يعني هيبقى هو ان شاء الله. ان شاء الله. ويوسف حمدي الصافي الحسيني في مركز كام يا كابتن؟ اربعات. جميل جدا. اربعات في مصر كلها. برافو يا كابتن. لسه اقول لك في مشكله في مصر أربعات كلها في البوزيشن ده مع الاثنين دول ان شاء الله. ان شاء الله النادي الاهلي عشرات السنين ما عندوش مشكله ودول نجوم نجوم يعني. طب يا كابتن دلوقتي يعني بتهيأ لي البطوله 5 مباريات كانت سهله للمجموعه في النادي الاهلي. خلينا نتكلم بامانه، 15 شوط خدهم النادي الاهلي، 5 مباريات في 3 ب 15 مفيش ولا شوط خسره. شايف ان المباريات اللي في المجموعه دي اعداد كويس لـ8 وقبل النهائي والفاينل، ولا الطايره ليها حسابات ثانيه يا كابتن؟ لا لا، هو انت عارف ان مشترك 24 فرقه وفي فرقتين جم ما ينفعش يشتركوا، كان 32 فرقه عايزين يشتركوا. صحيح. مش كل الناس دي فرق جامده يعني، يعني مش الاهلي بس اللي كان في مجموعه. صحيح. معقوله في الغالب يعني احنا اول ما اتفرجنا على البطوله قلنا في دور الثمانيه الاربع فرق المصريه وفرقتين ليبيا وفرقتين من افريقيا. صحيح. وحصل. وحصل. صحيح. ويعني انا عايز اقول لك الفاينل ان شاء الله هيبقى اهلي وجيش. صحيح. يعني احنا بنحدد كمان الفاينل ان شاء الله. انت هتوصل لفين يعني؟ حضرتك شايف الرؤيه الفنيه كده وبالارقام، حتى احنا كنا بحثنا بالارقام الاستوديو اللي فات ولقينا فعلا كلام حضرتك بالارقام بيؤيده كمان، ارقام تؤيد هذا الكلام. لا لا، هو احسن فرقتين موجودين في البطوله اللي مرشحين ان هم يوصلوا فاينل. هو بس الجيش هيبقى عنده ماتش تقيل شويه مع السوحلي. بس الجيش ان شاء الله، بس هو ان شاء الله يخلص يعني. صحيح. احنا بنعرف نلعب قدام اللعيبه اللي بيا يعني. والجيش فريق كبير وعنده فريق تقيل طبعا وعنده نجوم يعني. صلاح وعنده غيره وغيره يعني اصلا عنده مجموعه كبيره في منتخب مصر ونجوم يعني. صحيح. كابتن يعني فؤاد تتفق مع كابتن نور ان الفاينل ان شاء الله طلائع الجيش والاهلي باذن الله، في حاله طبعا يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يعني يمشي بخطوات ثابته، وطلائع الجيش نتمنى له كل التوفيق النهارده في مباراته بعد النادي الاهلي بالتاهل ان شاء الله. شايف توقعات كده يا كابتن ولا ليك توقعات تانية؟ لا، هو النهارده طلائع الجيش بعد ماتش الاهلي يكسب السجون تمام. لازم علشان يكسب السويحلي الليبي لازم يكون مستعد كويس جدا. السويحلي الليبي فريق عنيد جدا وفاجئنا النهارده الحقيقه. لا هو من البطوله العربيه عامل ماتشات كويسه جدا. بس عارف حضرتك يا كابتن احنا كنا متوقعين ان اللي يوصل الاهلي بنغازي الحقيقه، وكنا شايفين كده من خلال الارقام وبتاع، بس سوحلي فاجئنا النهارده. لا سوحلي جامد جدا. لا جدا. على فكره انا كنت فاكر زيك كده، وبعدين انا الراجل مدير الفريق حسين ده راجل صديقنا يعني وراجل عزيز علينا، لما بكلمه عرفت ان السويحلي بيكسب هناك في ليبيا كمان. في ليبيا على طول يعني على طول. بالرغم من الارقام اللي احنا قلناها والمنظر اللي شفناه وقلنا الاهلي. لا 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 يعني بس يعني هو النهارده بس ضحروا معاهم شويه وخدوا منهم شوط. صحيح. ده اقصى حاجه يعني.
صحيح. طيب طيب هنروح لزميلنا امير هشام، نطلع خطوه بس بعيده عن كره الطائره عشان نشوف طبعا اجواء مباراه الاهلي وطنطا. اتفضل امير. تحياتي لك يا كابتن هيثم، وتحياتي لضيوفك، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا كواليس ما قبل مباراه الاهلي وطنطا في الاسبوع رقم 30 من بطوله الدوري، وقبل 6 اسابيع من نهايه هذه البطوله واللي قدر يحسمها النادي الاهلي قبل طبعا بدايه هذه الجوله، وقدر انه يفوز بالبطوله رقم 40 في مشواره من بطولات الدوري العام. لكن بالتحديد خلينا نتكلم عن مباراه النهارده واهميه هذه المباراه رغم حسم النادي الاهلي بطوله الدوري، لكن الاهميه تكمن في تواجد بعض العناصر الجديده واللي يمكن ما كانتش بتشارك خلال الفترات السابقه مع النادي الاهلي، واللي اختارهم كابتن حسام البدري للبدء في هذه المباراه. بالتالي خلينا نتكلم عن تشكيل الفريقين سريعا يا كابتن هيثم. طبعا النادي الاهلي في حراسه المرمى بيبتدي النهارده علي لطفي على حساب محمد الشناوي، في خط الدفاع متواجد كل من صبر رحيل كباك شمال، ايضا احمد فتحي باك يمين، 2 مساكين ايمن اشرف ومحمد نجيب، في نص الملعب كل من عمرو السوليه وبيشارك النهارده اكرم توفيق. امامهم طبعا الثلاثي كل من ميدو جابر جونيور اجاي وباكاماني مالامبي طبعا اللاعب الجنوب الافريقي، وايضا في الهجوم المهاجم المغربي وهداف بطوله الدوري برصيد 17 هدف وهو وليد ازارو. ده التشكيل اللي اختاره كابتن حسام البدري للبدء في هذه المباراه. خليني ايضا اقول لك التشكيل الاحتياطي او البدلاء اللي اختارهم كابتن حسام: محمد الشناوي في حراسه المرمى، هشام محمد، مروان محسن، حسام غالي، احمد حمودي، محمد هاني، واسلام محارب. كده ده طبعا الاحتياطي اللي اختاره كابتن حسام البدري لهذه المباراه. تم استبعاد كل من محمد طبعا احمد حمودي وكريم ندفي طبعا خارج قائمه هذه المباراه وخارج ال 18، اختارهم كابتن حسام البدري عشان يكونوا متاحين بالنسبه له في خلال مجريات هذه المباراه، واللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي وانه يواصل طبعا سلسله الانتصارات المتتاليه واللي وصلت لحد 15 انتصار متتالي، اهداف كثيره بالنسبه للفريق طبعا واهمها الارقام القياسيه. النادي الاهلي بيسعى للوصول للانتصار رقم 17 من خلال مباراه النهارده وايضا مباراه سموحه المقبله، وهو اكبر كم من الانتصارات المتتاليه في تاريخ بطوله الدوري وفي تاريخ موسم واحد تحديد، وكان موسم 2005-2006 وقدر النادي الاهلي يفوز في 17 مباراه متتاليه، دي احد اهداف الجهاز الفني من خلال مباراه اليوم. في المقابل خلينا نقول تشكيل فريق طنطا واللي بيصار على البقاء في بطوله الدوري واللي بيحتل المركز رقم 16 طبعا وبيحاول ان هو يحصل على اقل نقطه من بطل بطوله الدوري هو النادي الاهلي. تشكيل طبعا فريق طنطا: في حراسه المرمى اسلام طارق رقم 16، امامه الرباعي ناحيه الشمال احمد خالد رقم 29، محمود مسعود رقم 5 كمساك، محمد اسعد رقم 8 ايضا كمساك، وباك رايت محمد الشاذلي. في بيلعب طبعا كابتن عماد النحاس المدير الفني لفريق طنطا بثلاثه في نص الملعب، كل من احمد قطاوي رقم 18، يحيى تراوري رقم 15، ومصطفى امين رقم 30. امامهم طبعا وينج يمين محمد مرسي رقم 22، محمود غالي كوينج شمال رقم 14، وسيف الجزيري رقم 19 وهو المهاجم الوحيد لفريق طنطا النهارده. بالنسبه لدكه البدلاء لفريق طنطا: حسام غالي رقم 2، اسلام الفار رقم 3، سعد حسني رقم 4، محمد جابر رقم 7، محمد جودة رقم 10، محمد العشري رقم 20، محمد العربي رقم 27. ده تشكيل طنطا واللي اختاره كابتن عماد النحاس المدير الفني لفريق طنطا واللي بيسعى من خلال هذه المباراه ان هو يحقق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي من خلالها تديله بصيص او تعطيله بصيص من الامل للبقاء في بطولة الدوري هذا الموسم، رغم الأمور صعبة لأن الفارق ما بينه وبين فريق وادي دجلة اللي بيحتل مركز رقم 15 حوالي 5 نقاط، لكن أكيد في كل الأحوال نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلال مباراة النهاردة. خليني سريعا أيضا أتكلم عن كواليس الفريق النهاردة بالنسبة لليوم في الفندق الإقامة ومعسكر الفريق لمباراة طنطا، والاستعداد كان قوي وكان جدي جدا من قبل كابتن حسام البدري ومن قبل اللاعبين رغم حسم بطولة الدوري، لكن كابتن حسام البدري خلال محاضراته مع لاعبي النادي الاهلي خلال الايام السابقه اكد على اهميه هذه المباراه واهميه مواصله الانتصارات، لان النادي الاهلي زي ما احنا عارفين دايما الخساره بالنسبه له مش خيار ابدا، دايما النادي الاهلي بيبقى عايز يفوز في كافه المباريات اللي بيشارك فيها بشكل عام حتى لو حسم اي بطوله شارك فيها زي بطوله الدوري العام. ايضا خليني اتكلم عن تدريبات النادي الاهلي الاخيره وبالتحديد اخر 3 تدريبات من النادي الاهلي واللي اتسمت بالجديه والتركيز من لاعبي النادي الاهلي، لكن بالتحديد
كان في منافسه واضحه جدا، مروان محسن ووليد ازار. مروان محسن اللي بيحاول يثبت اقدامه مع المنتخب المصري خلال الفتره المقبله عشان يشارك في كاس العالم. اخر تدريبين بالتحديد الاثنين تالقوا بشكل كبير جدا، وقدر مروان محسن ايضا ووليد ازار ان هم يحرزوا العديد من الاهداف. خليني ايضا سريعا نلقى على الاجواء هنا في ارضيه الملعب. ارضيه الملعب يمكن جيده النهارده، لكن الشيء الملفت هو حضور عدد معقول من جمهور طنطا، وبيقدر بحوالي 300 مشجع لي طبعا مؤازره فريق طنطا النهارده، وايضا في المقابل بيحضر عدد من جمهور النادي الاهلي بيأزر الفريق ده طبعا بعد سماح اتحاد الكره بحضور 600 مشجع في المباراه، كل فريق 300، فبالتالي هم هيكونوا متواجدين النهارده. بشكل عام نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ويواصل انتصاراته بالفوز خلال مباراه اليوم عشان ان شاء الله يقدر يواصل اهدافه وتحقيق ارقامه القياسيه اللي بيتمناها اكيد كل جمهور النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. والان عوده الاستوديو. الزميل أمير هشام شكرا جزيلا ليك. ما كانش ينفع طبعا ما نعرفش أجواء مباراة الأهلي وطنطا. كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة في مباراته مع طنطا. دكتور، يعني أجل حضرتك توقعاتك المباراة، هل ممكن نشوف فريق الخدمات الكيني بياخد شوط من النادي الأهلي ولا النتيجة هتمشي 3-0؟ لا ياخد نقاط من النادي الأهلي، والنادي الأهلي عليه أنه هو زي ما لعب المباراة التالتة قدام الفريق اللي هو السجون الكيني في المجموعة، لعب فول باور، لازم ينزل لأن برضو الخدمات العامة فرقة مميزة جدا. صحيح. ما بيدهمش فرصة. الهجوم السريع والمركب مع توجيه الإرسالات القوية بتوقف نشاط الفريق وبتبدأ ينزل بيهبط جامد جدا. كل الفرق نفسها توصل لدور الأربعة، فمية في المية الخدمات العامة كيني عايز يحقق مفاجأة، عايز يحقق مفاجأة مع البطل. صح. فما عندوش حاجة يبكي عليها. النادي الأهلي ما ينزلش يقول أنا هكسب. برافو يا كابتن. لا، لازم ينزل يقول أنا هلعب. صح. هلعب، وبعدين هو بيقدم لعيبته في أفضل صورة ليها، لأن على ملعبه في مجلس إدارته بيحضر. صحيح. أعضاء الاتحاد بيحضروا، فأنا يعني متهيألي كده إن الأهلي الشحن المعنوي بتاع الكابتن ميدو وجهازه الفني هيكون على اكمل وجه ان شاء الله. صحيح يا دكتور. طب كابتن نور، يعني دايما كلمه السر يعني في اي فريق افريقي او من القاره يعني افريقيا السمراء هو الارسال الموجه، بيسهل علينا حاجات كثيره جدا. شايف النهارده النادي الاهلي ممكن يستغل السلاح ده ازاي؟ مين عندنا في الفرقه يقدر يوجه ارسالاته بشكل كبير؟ شفنا عبد الله عبد السلام في مباراه اول امبارح 20 نقطه هو على الارسال، وده اللي بعتبره ريكورد ما حصلش حتى في البطوله، ما شفتوش قبل كده في اي حته الحقيقه. ما اعرفش هل في ريكورد ممكن يسجل هذا باسمه، ولكن شايف ده ازاي؟ شايف الارسالات الموجهه تعمل ايه النهارده كده؟ هو انت عندك الاثنين بلي ميكر ارسالاتهم مؤثره، اذا كان سبايك جامد او سبايك فلوتر بيتحكموا فيه كويس قوي. صحيح. ودي ميزه عندك، والاثنين طوال فانت ما عندكش ثغره في حائط الصد من ناحيته. تمام. عندك قطب بيلعب سبايك. عندك احمد سعيد بيلعب سبايك وبيلعب فلوتر موجه ارساله كويس. عندك منعم ارساله كويس موجه. عندك عادل ارساله فلوتر موجه. عندك حليم. عندك تنوع كبير. بس طب حضرتك شايف السبايك النهارده اهم ولا الفلوتر المموه او الموجه؟ ما هو انت في لعيبه ما بيلعبش غير سبايك، فانت بتسيبه. يعني غصب. خلاص. لان انت لو خليته يغير ممكن تخسر نقاط، ممكن يضيعه. فانت بتسيبه خلاص. صحيح. وهو بيقدر طول ما انت فارق بيبقى عنده ثقه، نسبه نجاح الارسال بيبقى عالي. وفي وسط ما هو بيلعب قوي، يعني لو قلنا مثلا على عبد الله او حسام، الاثنين في وسط ما بيلعب سبايك جامد بتلاقيه بيروح لعبه ضعيف قصير. صحيح. بيسقط بنقطه وبعدين بينوع. صحيح. بيقعدوا ينوعوا. صحيح. وده الحاجات دي سهله قوي يعني مع الفرق الافريقيه يعني بتخلص. طب كابتن، بتديك فرصه ان انت تخلص. طب كابتن، انا شايف خلاص الحكام نزلوا ارض الملعب ولحظاته تنطلق. توقعات حضرتك للمباراه كام؟ 3-0. 3-0 ان شاء الله. تأيد كابتن فؤاد انه النتيجه ما هيبقى فيه نقاط، ما فيش اشواط. لا يعني ممكن يوصلوا معاك شويه لو يعني يقرب 19 18، ده مش ممكن. لا مش ما اعتقدش ان هو يوصل كده.
هيوصل 18 19 كبير و 15 ان شاء الله. كابتن كابتن فؤاد اي حضرتك تمام كده برضه ان شاء الله تمام كابتن 3-0 باذن الله. خلاص استاذن حضراتكم ونتابع مع طبعا الساده المشاهدين. هننتقل طبعا لصاله الامدي الصوره الجماهير النادي الاهلي التي لم تتوقف لحظه عن مؤازره فريقها. ننتقل لارض ملعب صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي الجزيره متابعه مباراه النادي الاهلي وخدمات العامه الكيني في دور الثمانيه لبطوله افريقيا الابطال التي يعني ان شاء الله ستنتهي يوم الخميس باذن الله ويا رب النادي الاهلي يفرح. وباقي ثلاث خطوات وتسيطر طائره الاهلي على المجال الجوي الافريقي سيدات ورجال مع معلقنا الكابتن عزب الشربجي. فالى هناك. ورحمه الله وبركاته، نحييكم من داخل احدى قلاع الرياض. شكرا معلقنا الكابتن عزب الشربجي، الف مليون مبروك. النادي الاهلي في قبل النهائي فاضل على الحلو خطوتين وتسيطر طائره الاهلي على المجال الجوي الافريقي كله رجال وسيدات، خطوتين الحقيقه ونفرح الفرحه الكبيره مع الكره الطائره. النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي عظيم، الف مليون مبروك فوز النادي الاهلي النهارده 3-1 على فريق الخدمات الكينيه. ولكن الحقيقه النهارده عندنا كلام فني كتير لازم نسمعه من نجوم، انا ما بقولش ضيوف، دول نجوم الاستوديو التحليلي، الكابتن فؤاد عبد السلام اهلا بيك يا كابتن للمره الثانيه. اهلا بحضرتك، والف مبروك فوز الاهلي النهارده. الحمد لله، مبروك لينا كلنا ان شاء الله. والنجم الكبير كابتن نور عطيه الف مبروك، وبرحب بحضرتك للمره الثانيه في استوديو في استاد ملوك الصالات. الله يبارك فيك، مبروك لينا كلنا، ولو ان يعني حصل شويه دلع كده في الشوط الثالث بس الحمد لله يعني خلصت. دكتور راي حضرتك النهارده بقى، ادينا كده الايه الخلاصه. هو طبعا لو احنا اتكلمنا قبل بدايه المباراه قلنا ان الفرص للنادي الاهلي 100% انه يقدم افضل عرض، بشرط ان هو زي ما لاعب السجون الكيني يلعب مع الخدمات العامه الكيني برضه، لان الفرقتين دول فرقتين مميزين. اعتقد ان النادي الاهلي في بعض الاسباب هو عمل شوطين 10 على 10، صحيح. الشوط الثالث حصل فيه تغيرات، المفروض ان يعني هيوافقني فيها كابتن نور ان في بعض الكاسات احسن اللاعبين، اللعيبه بترسم عليها، لان بدايه لان ده رئيس اللجنه الفنيه، بدايتها دور الثمانيه ودور الاربعه والدور النهائي، كل الدور التمهيدي ما بيتحسبش في التجميع. فالمنافسه ما بين قطب وعبد السلام في الشوط الثالث، اعتقد ان احنا ارسالاتنا غير دقيقه وخسرنا مجموعه من الارسالات كتيره جدا، لان كل لعيب عايز يجيب مهارتين او ثلاثه يطلع فيهم احسن واحد فياخد كاس مهاره وكاس احسن لاعب متكامل. فالهجوم بالنسبه لفريق كينيا المفروض ان ميدو قايل لهم هذا الكلام، كينيا عاده في ثلاث موجات في كرة الطائرة، الموجة الأولى والموجة الثانية والموجة الثالثة، فيرست ويف سكند ويف ثيرد ويف. الكينيا بتلعب اثنين بس من الثلاثة دول، الموجة الأولى أي كرة بتطلع كويسة لازم بتطلع هجوم سريع، ودوت شفناه ما بين الخدمات العامة مع فريق الجيش، ولما قدروا إن هم يوقفوهم لأن ما بيعملش هجوم مركب، إحنا عندنا في هجوم مركب بيعمله أحسن واحد بيعمله عبد الله عبد السلام هو والحقيقة وحسام. فما انتبهناش ليها وضربوا فينا كور سريعة كتيرة جدا. أيضا ميدو عمل تغييرات كتير وحب يلحق الجيم في آخره، وكان جابه الحقيقة لما نزل منعم على الإرسال وقدر ان هو يقفل الجيم ويتقدم بنقطة. وبعد كده برضو البلوك والدفاع المنخفض ما كانش بالقدر الحماس اللي هو يؤهله، لان ميدو اشرك 12 لعيب، اثنين اللي ما اشتركوش اللي هو عبد اللطيف ورمضان الليبرو من ال 14 لعيب، وده كتير قوي على شوط. ما اشتركوش مين؟ وعبد الرحمن كمان، الاثنين السناتر وعبد الرحمن الصغير. فكتير قوي في شوط واحد ان هم ما يقدروش يعني يلحقوا يسخنوا
بالقدر الكافي ويطلعوا طبعا كل اللي عندهم. الصد غير موفق في الشوط اللي احنا خسرناه، دي اسباب خسارة الشوط، بدليل بقى ان الشوط الرابع كان وان سايد جيم. صحيح. يعني الاولاني 25-12 25-15 والاخراني 25-10 كده، ده المستوى الحقيقي، ده هو المستوى بتاع الاهلي يعني. وهو ما عملش تغييرات في الشوط الرابع خلاص. صحيح. يعني هو ايه عايز يشرك علشان يجهزهم علشان يطلع كل اللعيبه راضيه، لكن هو عمل ماتش حلو قوي الحقيقه، ماتش الثالث في المجموعه قدام فريق السجون الكيني. صحيح. كنت اتمنى ان هو الشوط الثالث كان يخلص مش مشكله كده. بس يعني الحمد لله فريقنا قويه. فريقنا الحمد لله. اتفضل كابتن نور. ابدا، هو زي ما قلنا ان المفروض الفرقه دي مش توصل 15 بونت في كل شوط، ده حصل في الشوط الاول، في الشوط الثاني، في الشوط الرابع، الشوط الثالث تغييرات كتير، بعض اللعيبه في الفرقه بداوا يلعبوا على الواقف بهدوء، ما عرفوش يلموا نفسهم في الاخر. يعني هو بعد ما نزل عبد المنعم والفرقه كانت ليدنج عندك عليك، انت بقيت ليدنج وست بوينت، كرة جت لقطب مرتين بيشوطها في البلوك يعني. صحيح. لانه طمع في الكوره وبيضربها من واطي، مع ان هو قطب عنده امكانيات يقدر يشوط من عالي، يقدر يخلص كوره. يعني هو مخلص كوره ضعيفه بمخ، برست ايده كده، برست ايده. الكورتين اللي ضربهم جامدين اللي خلصوا الشوط بس كابتن نور يعني طبعا حضرتك مش عارف تتفق معايا في الراي ولا لا، انا سعيد بالشوط ده، سعيد ان احنا يعني اتحطينا في جو مباراه كبيره، جو مباراه ان احنا ممكن نخسر شوط، بتهيألي ده بيبقى مفيد جدا في التوقيت ده. الصفرة مش كبيرة يعني، انت عالي عليها بكتير يعني. لا انا بتكلم مش قصدي على هو الخوف كله، هو الخوف كله من ان انت تلعب مباريات ضعيفة، ان اللعيب يلعب على الواقف وبتراخي فبيحصل اصابات. يعني حضرتك باصص لحتة تانية. طبعا جميلة الاصابات. انت لازم تبقى بتلعب لو تقدر تكسب 25-0 تكسب. انت الماتش اللي قبل ده الاهلي، عبد الله وقف على السيرف 20-0. صحيح. يعني لازم تلعب اقوى حاجه عندك عشان تقلل اصاباتك وما يحصلش اصابات. اي تراخي في الملعب مقابل ان الفرقه اللي قدامك ضعيفه بيحصل اصابات، الاصابات بتكتر في الظروف دي. صحيح. فاحنا خايفين على فرقتنا، كفايه 2 لعيبه بنحاول نجربهم عشان يكملوا معانا بقيه الماتشات، فالواحد بيبقى قلقان من الماتشات الضعيفه. بس يا كابتن ما اعرفش حضرتك تتفق معايا برضو ولا لا، احمد عبد العال تمام، طمنا عليه بشكل كبير النهارده الحمد لله، النط هو جربه في الشوط الاولاني بدا بيه، وعلى نص الشوط خرجه، احنا قلينا قلنا رجليه لسه في حاجه، رجع نزله في الاخر، فالحمد لله طمنا عليه تمام الحمد لله. الراجل التونسي شكري نزل جرب مش وحش شغال، فربنا يسهل ونبقى بكامل قوتنا لغايه مباراه الفاينل ان شاء الله. ان شاء الله. طب كابتن شايف النهارده في مكاسب تانية غير 3-1؟ يعني في مكسب غير التاهل حضرتك شايفه استفدنا بيه من مباراه النهارده؟ لا، يعني هو كل ما في الموضوع ان اللعيبه اتعلمت درس انه ما ينفعش يتهاون في فترات معينه من المباراه. صحيح. المباراه لازم اجي العب عشان اكسب. حتى مع اضعف فرقه ما ينفعش العب اجي وانا من غير ما اتعب واقول ان انا هكسب، لازم تعرق وتتعب علشان تكسب مهما كانت الفرقه اللي قدامك ضعيفه. صحيح. وعشان تحافظ على نفسك وتخلص بدري بدري، تلحق تريح عشان عندك الصبح تمرين، عشان عندك بعد الظهر ماتش. طب كابتن يعني حضرتك شايف مين افضل اللاعبين النهارده في النادي الاهلي؟ ادوا شايف ادوا اللي عليهم وكانوا مميزين النهارده؟ عبد الله عبد السلام عبوا على فترات، قطب كان ماشي كويس وبعدين خرف في الجيم الثالث وبعدين رجع شويه، احمد سعيد شغال مش وحش بس عنده احسن من كده. الفترات المشكله في الفولي ان لما بتلعب فرقه اضعف منك بكتير هي بتسحبك. صحيح. يعني ما بتخليكش تطلع كل ما عندك، فلازم تبقى فايق واخد بالك من الكلام ده. صحيح. بس الحمد لله يعني هنلعب سيمي فاينل وان شاء الله. وطبعا ده اكيد مباراه الحمد لله 3-1. كابتن فؤاد يعني شايف المكاسب مباراه النهارده غير التاهل لقبل النهائي؟ في
ثلاث مكاسب. اتفضل يا كابتن. الكابتن ميدو الحقيقه جرب في حائط الصد بدل قطب مع احمد سعيد، قطب لاعب الماتش كله كحائط صد في مركز اربعه على ضريب من مركز واحد واثنين عندهم كان قوي وطويل. حط احمد سعيد وده مركزه القديم في مركز اثنين كبلوكر، والطريقه دي في الكونتر اتاك كانت كويسه جدا. احمد سعيد بيضرب من ورا كويس وقطب بياخد الكور العاليه مع العالي علشان ما يخليش احمد سعيد يتمسك. اذا التكتيك بتاع حائط الصد اللي عمله ميدو اعتقد ان هو نجح فيه. كان اول مره يطبقه في البطوله دي. بالظبط نجح فيه كويس يطبقه. جدا والاولاد بداوا. هو لجأ له ليه يا كابتن؟ شايف كان في مشكله في الملعب ولا هو كان جاي من الاوتيل قال هجرب التكتيك؟ لا 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 ده هو مجربه على اساس ان يحط في مركز اربعه لعيب طويل في الكونتر اتاك في الهجوم المضاد. واحمد سعيد اساسا في مركز اثنين لعيب سريع جدا اسرع كمان من قطب. صحيح. ودي حاجه كويسه جدا من مدرب واعي طالع بيشوف امكانيات لعيبته ايه وبيستغل افضل شيء عنده. عمل مانوفر جيد النهارده. بالظبط. الحاجه الثانيه انا شايف الهجوم من مركز سته الخلفي افضل واحد في الدوره كلها هو احمد سعيد. احمد سعيد صحيح. احمد سعيد قايم بواجب يعني ودوت نفس اللي كان بيعمله ميدو وهو بيلعب. فيعني هذا الشبل من ذاك الاسد بيعلم. بس خليني اقول يا كابتن ان عبد الله بامانه هو رمانة يعني الميزان طبعا بتعليمات طبعا كابتن محمد مصالح ميدو. بس ما انا هدخل عليه اهو. عبد الله خلى سعيد يبدع في الضرب من سته. طبعا طبعا. وده ما يخسفش بحق يعني ما نقللش من قيمه حسام طبعا يوسف طبعا. حسام يوسف طبعا. قيمه كبيره جدا. عبد الله اصبح دلوقتي هو افضل لاعب في النادي الاهلي بكل المقاييس لانه بيجيد اكتر من مهاره. مميز جدا في حائط الصد زي ما كابتن نور قال 20 ارسال النهارده بيضغط بالارسالات كلها وبينوع ما بين فول باور بيلعب ساحق قوي جدا وما بين ساحق ساقط ورا الشبكه وما بين متوسط ساحق موجه على لعيب معين. فادي مهاره نوع في كل اساس في الارسالات وجاب بيها نقاط كتير. نمر اتنين هو مميز جدا في الباس في الموجه الاولى والثانيه والثالثه يعني بيرفع الموجه الاولى سريعه الموجه الثانيه على الطرفين سريع الموجه الثالثه في القادمون من الخلف من سته ومن واحد. المهاره اللي هو بقى ابدع فيها ولازم نتكلم فيها النهارده الدفاع المنخفض مطلع كور كويسه جدا 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 عبد الله عبد السلام. انا نفسي في المباراه اللي هي هتيجي بكره مع سموحه ان شاء الله يعني دي اللي احنا المفروض نتكلم فيها لازم ابدا اجهز شويه مع عبد الله حسام يوسف لان حسام مبدع في الارسالات. صحيح. حسام مبدع في حائط الصد. حسام مميز جدا برضو في الدفاع المنخفض. فاحنا النادي الاهلي عنده افضل اثنين معدين في قاره افريقيا. صحيح. الاثنين طوال الاثنين بيلعبوا ارسالات قويه الاثنين بيقدر يعني ما تخافش ما تلعب اي حد فيهم. لو يعني تسمح لي الوقت يسمح. لا طبعا يا كابتن يسمح. بالنسبه لسموحه اتفضل حضرتك. بالنسبه لسموحه بكره الماتش دوت ده اللي بيوصل للنهائي. صحيح. سموحه فريق في كل المميزات عنده صانع العاب منتخب الجزائر امير ده صانع العاب موهوب وكويس جدا. عنده ابو رايه كسنتر بلوك مميز جدا 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 طويل. بالظبط كده. عنده استقبال الكره الاولى ادهم لعيب مميز. عنده اللعيب اللي هو جاي من نادي سبورتنج اسمه ايه يا نور الولد اللي هو كان في نادي سبورتنج الضريب اللي بيلعب برضه نزل ولعب النهارده كان كويس قوي. لا ما هجيب لحضرتك يعني برضو عنده اتنين ضريبه كويسين جدا ومعاه ليبرو النجار ممتاز. فالنادي الاهلي لازم يلعب فول باور. ده ماتش بيوصله لنهائي افريقيا وما ينفعش ان انا اخبي فيه اوراق. صحيح خلاص. فهو دوت لابد ان يتعامل حسابهم والمحاضره ياخدوها كويسه جدا. نفس الكلام بالنسبه لنادي سموحه
زي ما عمل الكابتن نور قبل كده وقدر بنادي الشمس انه يضرب النادي الاهلي ويوصل نهائي افريقيا 2017، فمفيش مستحيل في الرياضه. صحيح. اكيد برضو نادي سموحه معاه جهاز مميز جدا، كابتن الزفتاوي ومعاه الكابتن مدين، معاه مجموعه من اللاعبين، معاه جهاز مجلس اداره بقياده المهندس فرج عامر طبعاً. ما بيتاخرش عنهم، ومعاهم عضو مجلس اداره رئيس بعثه، فبرضه نفس الطموح موجود عندهم. يعني ده مش ان انا بلعب على ملعبي، لا، نازل مستعد زي ما قال الكابتن نور، انا هنام بدري، هاخد محاضراتي، هتمرن الصبح، كل استعدادات علشان اقدر اوصل للفاينل ان شاء الله. المشكله بقى في الماتش ان شاء الله طلع الجيش ربنا يكرمه ويكسب النهارده مع فريق السوحلي الليبي. السوحلي الليبي مباراه قويه يا كابتن، دي مباراه قويه 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 بكل المقاييس، هنجي لها. بس الاول عايز اعرف من كابتن نور برضو راي حضرتك كابتن نور في مباراه بكره. سموحه لاعب النهارده جيم او مباراه من 5 اشواط، وسموحه الحقيقه اكتر فريق بالارقام اجهد في مجموعته، لعب ماتشين تقال جدا. شايف ده ممكن يأثر بكره على سموحه قدام النادي الاهلي، ولا هنشوف مباراه قويه كالعاده مع سموحه؟ لا لا لا، هتشوف مباراه قويه. كل لعيبه الفولي متعوده ان هي تلعب كم مباريات ورا بعض، ما فيش مشاكل يعني. مباراه هتبقى كويسه يعني، ما فيش اجهاد ولا اي حاجه. ارجع لماتش لفرقه الاهلي، مش معنى ان انا بقول ان عبد الله عبد السلام ابدع ان حسام كان وحش. حسام لما نزل في ظروف الفرقه مريحه فيه، الجيم كان مكعب يعني مش هو اللي كعب الجيم، لا لا خالص. حسام لعيب جامد جدا زي ما قال الكابتن فؤاد، من احسن مقدمين في افريقيا بالظبط. هو نزل في ظروف اللعيبه كانت نايمه فيه او بتلعب على الوقت، والماتش كان مكعب يعني بالظبط. لا وكل يعني الوقت ده، ما هو بص يا كابتن، انا دايما بقول انه النتيجه يعني او النهايه هي النتيجه. انت 3-1، ايه اللي حصل في وسط الماتش؟ احنا يعني بياخد تصور عام وبنحل الامور ممكن. ما هو يعني احنا بدليل على كده ان الكابتن محمد مصلحي ماتشات بيبدا بعبد الله، ماتشات بيبدا بحسام، يعني سيان، وفي اوقات حسام اللي بيعمل فارق، وفي اوقات عبد الله اللي بيعمل فارق. ما هو ده عادي جدا يعني، وما بتفرقش. الاثنين روحهم كويسه قوي، حابين بعض قوي، مش فارق معاهم مين يلعب. صحيح. مين يبدا، اللعيب التاني بينزل. يعني لو بدا بحسام بينهي في الاخر بعبد الله، لو بدا بعبد الله بينهي بالاخر بحسام. صحيح. بس ظروف حسام النهارده ان للاسف لما نزل في وقت في ظروف. صحيح. الدنيا كانت مكهربه واللعيبه كانت بتلعب على الواقف. خليني اقول لك يا كابتن ان برضه فريق الخدمات الكينيه بيلعب فولي بول، يعني بيغيروا، عندهم فولي بول، عندهم استقبال، يعني في اوقات مش زي النادي الاهلي. لا يعني لا لا، انت عندك لعيبه بس بيلعبوا، عندهم قدرات كويسه. صحيح. بس هم اتدلعوا يعني. احنا قلنا من قبل الماتش لما جينا نتكلم، قلنا مش هيعلوا على 15 جول، وده حصل بدليل الثلاث اشواط اللي احنا خدناهم. بس هو 12 15 10 بس عايز رايك يا كابتن بامانه، انا سعيد جدا جدا بالشوط اللي خسرناه. انا سعيد جدا عشان يركزوا في اللي جاي ان شاء الله. انا سعيد جدا. والحقيقه انا شايف انه حتى ما خسرناهوش يعني، لا ده احنا عارف حضرتك احنا من اول البطوله ما لعبناش شوط زي ده، يعني ما لعبناش شوط 25 25 26 26 27، ما لعبناش شوط زي ده. شوط زي ده بيفوقك، يصحصحك، يقول لك لا خش حتى لو بتلعب مع فرقه يعني ضعيفه المستوى، ولكن شوط زي ده بيخليك تستعيد امجادك في الدوري. لا ما هو انت طالع من دوري واللعيبه كلها عندها خبرات دوليه، انت عندك اكتر بس زي تطعيم كده بيفوق. انت عندك اكتر من 12 لعيب في ال 14 اللي عندك. صحيح. في المنتخبات. صحيح. يعني صحيح. وال 14 فيهم في منتخبات مراحل سنيه، هم كاتبين هنا في الاحصائيات ان انت عندك 12 لاعب من ال 14 في المنتخب الكبير. ايوه في الاحصائيات. انا بقول لك انت حتى ال 14 وحتى الناس اللي ما تسجلتش في البطوله انت عندك في منتخبات يعني. بالظبط. فيعني انت عندك من الخبرات، وانت لاعب في الدوري ماتشات 3-2 مع الزمالك وقدرت تسيطر، يعني كل الحاجات دي الظروف دي انت اتحطيت فيها. طب كابتن المباراه التاليه اللي طبعا بننقل منها لقطات او يعني في الملعب بيسخنوا دلوقتي، يعني ممكن نجيب برضو الاجواء هناك، طلائع الجيش ونادي السجون الكيني اللي هو تاني مجموعتنا.
ومجموعة النادي الأهلي. حضرتك شايف المباراة دي يعني ممكن تخلص 3-0 ولا دي لقطة حية كابتن من أرض الملعب زي ما قلت لحضراتكم إحماء طلاء الجيش والسجون الكناشي؟ لو ركزوا هيكسبوا 3-0. لو اتدلعوا زي الأهلي في الشوط الثالث هيروح منهم شوط وهيرجعوا تاني. فلازم تركيز. بس إن شاء الله محسومة. طبعا محسومة. كل التوفيق طبعا لفريق طلائع الجيش. خليني اقول لحضراتكم خبر مهم جالي دلوقتي، انه زي ما قلنا النادي الاهلي طبعا كل يوم بطولة بتخش، ده واقع حقيقة واحنا عايشينه. ناشئه الاهلي 15 سنة للكرة الطائرة بيفوزوا بطولة الجمهورية بعد الفوز على الزمالك 3-0. الف مليون مبروك، بطولة جديدة داخلة النهاردة. احنا بنغطي بطولة افريقيا، ولكن احنا داريانين بكل اللي بيحصل في العاب الصالات جوه النادي الاهلي، ونبقى سعداء جدا في كل بطولة بتخش. انا قلت لكم دولاب البطولات بابه ما بيلحقش يتقفل، يعني يا دوبك نيجي نقفله كده يتوارب شويه يروح فاتح تاني عشان ما يتقفلش خالص ان شاء الله، عشان الايه اللاعبين او البطولات الجديده تخش وكؤوس جديده تخش. خليني اقول لحضراتكم بكره ان شاء الله باذن الله هيبقى في مباراتين لقبل النهائي. هنقول لحضراتكم اكيد وهتعرفوا من على صفحتنا اذا كنا هنذيعهم ازاي وهيبقى الموضوع ماشي ازاي، هيبان على صفحتنا ان شاء الله، وهنعلن ده على صفحتنا على الفيسبوك وعلى صفحتنا ايضا على تويتر. ولكن اللي نقدر نعرفه مواعيد الماتشات بكره الساعه 6 قبل النهائي الاول، اللي هو هيكون ان شاء الله ما بينها نادي طلائع الجيش ان شاء الله بعد تاهله باذن الرحمن بعد المباراه دي، وفريق السوحلي الليبي. والحقيقه ده هيبقى برده قبل نهائي صعب شويه، لان السوحلي برده فيه لعيبه واجانب وفرقه محترمه. الماتش الثاني هيكون ماتش النادي الاهلي الساعه 6 باذن الله، هيكون مع النادي الاهلي وسموحه، هيكون الساعه 8. وهنقول لحضراتكم هنغطي اليوم بكره شكله ازاي اكيد على صفحتنا هنعرف لغايه ما اول ما الرادنج يتحط والدنيا تبان، هنقول لحضراتكم اكيد. كابتن فؤاد يمكن شايف حضرتك بتضحك وعايز تقول حاجه. اللعيبه اللي هم بتوع سموحه، منصور نزل النهارده تالق جامد جدا، هو ده كان بيلعب السنه اللي فاتت في نادي سبورتنج وانتقل، هو ابن من ابناء سموحه القدام يعني، ومعاه ادهم محرم. اللعيب الثالث كان الكابتن نور بيتكلم معايا واحنا بنتفرج عليهم، بيقول لي مروان. المميز الميزه في الثلاثه دول ان ارسالاتهم قويه، ارسالاتهم قويه، يعني لابد ان الاهلي يكون درجه استعداده في استقبال الكره الاولى عاليه جدا وبتركيز، وعارف اتجاهات الارسال بتتلعب من فين ومين اللي هو هيطلعها. ايضا عندهم الفيومي كفرده في نهايه كل شوط بتنزل، كابتن زفتاوي بينزله على الارسال مكان اي حد لان ارساله مميز، مش بس وعنده ثبات انفعالي كمان. بالظبط صحيح، فدي سلاح من اسلحه سموحه، قوه الارسالات بتاعتها، فلابد يقابلها تركيز عالي في استقبال الكره الاولى. في لعيب هم ممكن تكون مفاجاه الزفتاوي بكره في حائط الصد زي ما بينزل فيومي، انا اعتقد انه ممكن يعمل تغييره دبل، اسمه ممدوح. الولد دوت نفس الطول بتاع عبد الحليم عبو، حدود برضو مترين و15، وبيلعب في مركز 2 طويله بكره، حائط الصد بتاعه مميز جدا، فبيبقى الاهلي مش عامل له حساب خالص، فلابد ان ميدو يا ريت يكون سامعنا ومركز وعارف ان دوت لما بينزل يبقى الرفع مش من ناحيته، لان طوله بيساعده، بيلعب في مركز 2 يمكن بيمسك الكره قبل المهاجم ما بيجي يشوطها. ايضا بالنسبه للمباراه في النادي الاهلي، الابريه مميز جدا مع الهجوم السريع، فبكره فرصه النادي الاهلي انه يلعب بهجوم مركب الموجه الثانيه كتير جدا، لان ديت بتفتح ثغرات عند اي حائط صد، سواء القادمون من خلف في الموجه الثالثه احمد سعيد، او في الموجه الثانيه يعمل كره سريعه او كره في الوسط هجوم مركب يعمل سريع مميز جدا، عادل كمان في الكره السريعه، عادل سوبر في الكره السريعه من خلفه وما بيدخل صحيح. المركز 2 بياخدها، لعيب مميز جدا صحيح. جدا سوبر، وده ابن من ابناء نادي سموحه، فعايز برضه يتالق قدام نادي القديم صحيح. لكن اللي هيستمتع اللي هيجي المباراه في الملعب هيستمتع بيها وقدام شاشات التلفزيون ان شاء الله. كابتن برضو ما خدتش راي حضرتك في المباراه اللي هتقام دلوقتي، طلائع الجيش ومباراه السجون الكيني، راي حضرتك المباراه تمشي ازاي وتوقعاتك ليها ايه؟ انا بتمنى جوه قلبي ان احمد صلاح يقدم
عرض مميز جدا في المباريات القادمة النهاردة وبكرة تحديدا، ويقدر يرجح كفة فرقته. كابتن وائل العادي ما اعتقدش ان هو ينفع يجازف النهاردة ويلعب بنص اللعيبة، هو ريح اللعيبة ما فيه كفاية، فيلعب بالتشكيل بتاعه الثابت. عنده مجموعة مميزة، رجع له دلوقتي اللعيبة معظمهم اللي هو كانوا مصابين. ممدوح عبد المنعم رجع في مركز ثلاثة مع الولد الأجنبي السنغالي ده، ممتاز جدا جدا. مع أحمد صلاح في مركز اثنين، مع اثنين معدين مميزين قوي قوي قوي، العشري ومع أحمد فتحي، الاثنين دول وقدر يكسب بيهم الدوري السنة اللي قبل اللي فاتت، فيقدروا يقدموا عرض مميز ويدخروا مجهودهم لبكرة. صحيح. إرسالات أحمد صلاح مؤثرة لا تقل عن إرسالات عبد الله عبد السلام، هما الاثنين وماشية واحدة وماشية واحدة بالظبط كده. طب كابتن استاذن حضرتك، هنروح لزماننا كريم أحمد في أرض الملعب ولقاءات مهمة مع اللاعبين، اتفضل يا كريم. تحياتي ليك يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز جديد ومميز كالعاده لفريق النادي الاهلي، اكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق كالعاده الكابتن محمد مصلحي، كل النجوم ان شاء الله، وتكون البطوله من نصيب النادي الاهلي عقب انتهاء المباراه. معايا ثلاثه من نجومنا طبعا، احمد سعيد، احمد قطب، كابتن عبد اللطيف طبعا عثمان. برحب طبعا باحمد سعيد في البدايه، ومبروك النهارده كابتن احمد، عندكم اصرار كبير رغم الغيابات، رغم الاصابتين اللي كمان اثروا علينا بشكل كبير شويه، لكن قادرين ان شاء الله ان احنا نحقق البطوله. بتشوف النهارده الجيم ازاي وصعودنا لادوار النهائي شايفها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يعني الف مبروك، وطبعا بعد الفوز للجمهور، وان شاء الله احنا عندنا اصرار للبطوله، ان شاء الله مش تطلع من ارضنا، واحنا من اول بدايه البطوله هي كل الماتشات كلها واحد عندنا، ما فيش استرخاء اي حاجه، بس الحمد لله يعني ان شاء الله البطوله مش تطلع من النادي الاهلي. لو بسال احمد قطب بقول له التعليمات اللي بيوجهها كابتن ميدو الادوار القادمه، انا عارف ان خلاص البطوله دخلت في الجد وان شاء الله تكون من نصيبنا، مركزين ازاي؟ وكابتن ميدو بيتكلم معاكم ازاي يا كابتن؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك في قبل كده ان احنا قبل كل ماتش لازم بنعمل محاضرات على الفرق اللي احنا هنلاعبها، وده كان اول ماتش النهارده في دور اللي هو دور الثمانيه، ده طبعا اول ماتش جامد، فالحمد لله ان هو طلع على كده. طبعا خسرنا شوط، بس لا احنا كان عندنا اصرار ان احنا نكسب الماتش، لان احنا ما عندناش تهاون في اي ماتش حتى من اللي جايين بعد كده، عشان ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله ناخد البطوله باذن الله. متوقع يا كابتن عبد اللطيف بشكل كبير ان احنا نقابل الجيش، ثقافه النادي الاهلي هي المكسب والمركز الاول بغض النظر عن المنافس مهما كان الامور اللي ماشيه ازاي، بتشوف الامر ده ازاي وتتفق معايا في الكلام ده ولا لا؟ والله طبعا يمكن الجيش هو المرشح الاول، يبقى بين ان شاء الله نبقى مع بعض، بس لسه عندنا بكره ماتش ان شاء الله قبل النهائي نعديه، وان شاء الله نفكر في يبقى عندنا يوم راحه وهنقدر نفكر في الماتش النهائي بشكل كويس. بتشوف وصلنا للادوار النهائيه وان شاء الله يبقى اللقب من نصيبنا، حاملين اللقب ده بيصعب الامور شويه علينا كابتن عبد اللطيف، ولا ازاي قادرين نتعامل مع هذا الامر؟ لا طبعا مفيش بطوله سهله، انت لازم تاخد البطولات واحده واحده، الفرق اللي معاك كلها دخلت جوه البطوله وعملت اللي عليها يعني. كابتن احمد قطب، رسالتك ايه لكل زمايلك، لكل اللعيبه، حابب تقول لهم ايه المرحله اللي جايه ان شاء الله مرحله مهمه، حابب تقول لزمايلك ايه كله؟ طبعا انا بقول لزمايلي ان هم فعلا رجاله، كل ال 14 لعيب اللي موجودين معانا كلهم رجاله، وان شاء الله كلنا في ايد بعض وفي ايد واحده ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله، وان شاء الله نوعد الجمهور بالبطوله باذن الله. كابتن احمد سعيد، رسالتك ايه لجمهور النادي الاهلي رغم قله العدد، ليهم تاثير كبير، حابب تقول لكل الجمهور اللي بيحضر بيشارك في المباراه؟ طبعا يعني لازم اشكرهم كتير، هم يعني فعلا بيعملوا اللي عليهم وبيشجعونا من اول بونت لاخر بونت، واحنا ان شاء الله نطلع رجاله، والبطوله ان شاء الله يكون من نصيبنا باذن الله. بالتوفيق. بالتوفيق. بنشكر اكيد كل نجوم فريق النادي الاهلي طبعا على هذه التصريحات، واكيد زي ما بنقول يا كابتن هيثم ان شاء الله تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي. هينضم لي كمان المدرب طبعا الكابتن محمود جمعه، وايضا كمان الكابتن احمد عبد العال. كابتن محمود طبعا مبروك، زي ما بنقول طبعا في تركيز كبير، ان شاء الله تكون البطوله من نصيبنا، لكن عايز اتكلم في نقطه مهمه ان شاء الله باذن الله، عندنا ماتش بكره سموحه، شايفه ازاي وشايف المباراه اللي جايه ازاي بالنسبه لك؟ طبعا الحمد لله ربنا كرمنا النهارده بالمكسب، النهارده يعتبر اجمل ماتش لعبناه. انا من وجهه نظري شايف ان الحمد لله ان الجيم اللي راح دوت انا مش زعلان عليه، بالعكس انا يعني الفرقه بتاعتنا بتجهز، كل ما ندخل في الماتشات الفرقه بتاعتنا بتجهز. بالنسبه لفرقه سموحه طبعا فرقه محترمه، كسبت نادي اهلي بني غازي 3-2، وكسبت النهارده طيران 3-2، عندهم لعيبه كويسين، مدرب بتاعهم مدرب كويس كابتن طارق الزفتاوي، فان شاء الله رب العالمين النهارده في المحاضره
بكره في المحاضره بالليل ان شاء الله قبل الماتش اللعيبه بتاعتنا ان شاء الله لعبناهم في الدوري وكسبناهم قبل كده، وان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ونحاول نكسبهم والبطوله تبقى من نصيبنا باذن الله. كابتن احمد عبد العال وشكر من اللاعبين المميزين جدا وعندهم اصرار كبير جدا رغم الاصابه والاجهاد، لكن تحملوا على نفسهم بشكل كبير وقدروا ان هم يكونوا متواجدين. شايف الاصرار الكبير ده كابتن محمود ازاي مع رجاله النادي الاهلي؟ والله يعني دي مش غريبه على لعيبه النادي الاهلي وعلى احمد عبد العال بالذات. يعني شكري محترف جاي لنا السنه دي من تونس، عارف اللعيبه اللي دايما بتيجي على النادي الاهلي بتاخد روح وطبع النادي الاهلي. شكري بقى زي اللعيبه دي، بس احمد من اللعيبه الرجاله. السنه اللي فاتت نزل كان ليه دور كبير جدا في مكسب بطوله افريقيا اللي كانت في تونس. الراجل ده دايما بيشتغل على نفسه، دايما بيبقى عايز يدوس على نفسه، والله العظيم بيبقى تعبان وبيقول للميدو انا ما فيهاش حاجه، وانا بساله بيقول لي انا ما فيهاش اي حاجه. ومن الناس الرجاله جدا جدا في الفرقه، وان شاء الله ان شاء الله يكون سبب برضه ان احنا نكسب بطوله افريقيا السنه دي عندنا في النادي باذن الله. لكن هي دي روح يا احمد النادي الاهلي رغم الاصابات والغيابات اللي بتبقى عندنا، هدفنا هي البطوله مهما كان اللي بيحصل ايه. شايف البطوله بالنسبه لنا وهدفنا في البطوله دي ازاي يا كابتن احمد؟ هو طبعا احنا ما عندناش غير هدف واحد هو المكسب. احنا ما بنفكرش ولا حتى لما نيجي نتكلم اللعيبه مع بعض كلها ان احنا الهدف الوحيد هو المكسب، غير كده كاننا ما جيناش البطوله اساسا. طبعا زياده علينا ان البطوله في ارضنا يعني ما فيش اي حاجه خالص غير المكسب. الحمد لله ربنا يكرمنا، دخلنا في البطوله النهارده ماتش كويس، بكره سموحه ان شاء الله ماتش اجمد. الحمد لله لعبناهم قبل كده مرتين في الدوري كسبناهم، ربنا يكرمنا ان شاء الله واحده واحده على الفاينل باذن الله. بناكد على طول ان ثقافه النادي الاهلي هي المركز الاول بغض النظر عن المنافس عن الاصابات الامور اللي بتقابلنا. شايف الفتره اللي جايه ازاي والمباراه النهائيه ان شاء الله بنعمل ان احنا نكون فيها باذن الله يا كابتن؟ والله طبعا يعني بكره ان شاء الله ماتش اجمد من النهارده، ماتش هيدخلنا على الفاينل مستريحين ان شاء الله. نبدا نركز من النهارده بالليل او من دلوقتي على ماتش بكره. احنا ما بنفكرش في الفاينل، بنفكر الاول في السيمي فاينل، بعد كده ان شاء الله نفكر في الفاينل. شكرا. رسالتك للجمهور يا كابتن محمود اللي متواجد رغم قله العدد، تقول لهم ايه؟ بنطالبهم ان شاء الله يكونوا متواجدين بشكل كبير خلال المباراه القادمه. والله طبعا يعني النادي الاهلي طول عمره جمهوره دايما واقف وراه. انا طبعا نفسي الصاله دي تكون مليانه زي ما جمهور الاهلي دايما عودنا، نفسي الصاله دايما ترجع تتملي تاني علشان نفرح الجماهير دي، والجماهير دي هي اللي بتدي دافع للعيبه. طبعا احنا طول عمرنا بنقول الجمهور نمره واحد، ان شاء الله رب العالمين يساندونا ويأزرونا في الماتش بتاع بكره. ماتش سموحه ماتش سهل خالص، ماتش جامد، وان شاء الله نستناهم بكره ونستناهم في الماتش النهائي يوم الخميس عشان نفرحهم زي ما عودناهم دايما، وهم برضو يشاركونا في افراحنا زي ما احنا متعودين منهم دايما ان شاء الله. شكرا لك. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن محمود جمعه، الكابتن احمد عبد العال، كل نجوم فريق النادي الاهلي. طبعا مباراه مهمه ومباراه قويه، وان شاء الله باذن الله غدا مباراه النادي الاهلي ونادي سموحه المتاهل طبعا من المباراه الماضيه. بنتمنى كل التوفيق العاده للنادي الاهلي، وان شاء الله البطوله من نصيب النادي الاهلي للحفاظ عليها للموسم الثاني على التوالي. اكيد يا كابتن هيثم زي ما بنقول لحظات ان شاء الله وتنطلق مباراه الجيش والسجون الكيني ان شاء الله. بنتمنى كالعاده طبعا الفرق المصريه نادي طلائع الجيش يكون له الهدف الاسمى والاول طبعا ويصل الى المباراه النهائيه ليكون فريقين مصريين في المباراه النهائيه. عوده ليك يا كابتن هيثم السعيد. الكريم احمد شكرا جزيلا ليك، واضح تركيز اللاعبين. يعني ارجع لضيوفي كابتن نور، يمكن اللاعبين كل تركيزهم، احنا ما بنفكرش في الفاينل، احنا عندنا مباراه بكره قبل النهائي، وده شعور الحقيقه بينم على المسؤوليه، مسؤوليه اللاعبين، وعارفين هم رايحين فين. اكيد طبعا. النادي الاهلي نادي بطولات، عنده من الخبرات لعيبته وجهازه، عارفين هما بيعملوا ايه. طب كابتن نور يعني تفتكر دلوقتي اللعيبه مخلصه يعني في ارض الملعب ماشيين 10:30. بكره في ماتش، يعني اول ما يوصلوا الاوتيل يمكن ويتعشوا هتبقى 12. الصبح في تمرين. ملهاش دعوه. طب كده ممكن اللعيبه ما تاخدش راحتها في النوم. لا لا لا، هياخدوا راحتهم في النوم. بس كابتن فؤاد كان بيقول لي ان لا احنا واخدين على كده طول عمرنا متعودين. مفيش مشاكل مفيش مشاكل. انا اول ما مسكنا الاهلي في 2005 رحت العب بطوله عربيه، لعبت 9 ماتشات في 9 ايام ورا بعض، ادوا لكل فرقه يوم راحه، ادوا للاهلي اليوم الراحه بتاعه اول يوم. اخر 3 ماتشات قبل الفاينل كانوا 3-2 وبنمرن الصبح عادي. يعني فرق الفولي بول وحتى فريق النادي الاهلي واخد على كده. النادي الاهلي نادي بطولات وكل لعيبته منتخبات وعلى مستوى عالي، شيء عادي جدا يعني اللي بيحصل. اللي عاجبني يا كابتن انه الفولي بول في النادي الاهلي تحسه انه منظومه. طبعا انا بتكلم بامانه، يعني طبعا السله واليد طبعا العاب صالات وكل العاب، بس الطايره بالذات تحس كده في روح غريبه، تحس ان ايه جيل بيسلم جيل، يعني تحس ان الطايره سلسله. ما هو الكلام ده بيترجم في الاخر لارقام، 12 بطوله دوري، 13 ان شاء الله باذن الله جايه في السكه ان شاء الله. الكلام بيتكلم يعني
يوم الخميس هنحتفل ان شاء الله بالبطوله ال 13 يعني تحس بروح ونهني الجهاز الفني ونهني مجلس اداره النادي الاهلي. صحيح، بس هو كنت يعني بفكر ساده المشاهدين، يمكن المباراه اللي فاتت حصل حاجه طريفه كده، كان بعد المباراه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ محمد الضماطي والاستاذ الجرحي محمد الجرحي نزلوا لعبوا مباراه كان معاهم كابتن خالد ابو زينه وكان ايضا هناء حمزه عضو اتحاد الطايره، وشفنا مباراه ظريفه. بس النهارده دكتور عمرو علواني ودكتور عمرو علواني لعب كمان المباراه دي، امين اه كنا عايزين نعمل استوديو تحليل جامد يعني كنا عايزين نعمل استوديو حالي كابتن رؤوف عبد القادر كابتن رؤوف عبد القادر نزل لعب كمان آه. ده ايه ده كان مباراه ده، وشفنا حكم مين اللي كان واقف حكم يا كابتن؟ ما اعرفش مين اللي كان شفته انت كمان؟ شفنا حكم وترصك الرصه كنا مشغولين بناخد الجدول بترتيب الفرق عشان نعمل لهم تمارين بكره تاني يوم يعني انت لازم تاخد الجدول توزع التمارين وتدي كل واحد ميعاده في مباراته والكلام ده كله عشان متناسق مع مباراته. شفت الماتش بقى طبعا. احنا شفنا الماتش وشفنا لا انا بص شايف يعني. وبعدين حتى هناء بتقول لي انت كنت موجود؟ قلت لها بس بنعمل شو؟ قال لي والله لو قالت لي والله لو شفتك كنت قلت لك هتلعب. تلعب ايه؟ كنت هتلعب يا كابتن اهو اللقطات اهي يا كابتن. اي بص دي كانت عقب المباراه اللي فاتت طبعا اعضاء مجلس كابتن رؤوف هو ظهره هناك كابتن رؤوف اللي لابس جيلي اسود كابتن رؤوف كمان عبد القادر مدير الشاطئ كان موجود بس احنا عشان الكاميرا الناحيه دي بس كابتن والجرح اللي في النص عندك مديك ظهره دوت هو اللي هيرفع كمان برجله كل ده شغل خالد ابو زينه خالد ابو زينه شفت استقبل استقبال دلوقتي هيعجبك قوي كابتن وهويده هناك الناحيه الثانيه مدير الاتحاد هويده مندي كمان كانت بتلعب طب مين لعب السيرف ده وهناء واللي واقف لابس احمر ده في اتنين ده عبد الرحمن ابن الكابتن احمد ناجي تمام مدرب حراس المرمى كرة القدم منتخب مصر كان بيلعب دكتور عمرو من شويه وكان بيلعب الضماطي مش عارف خرج ولا في الملعب الثاني لا كل الحقيقة الناس لا بس يا كابتن بس انا لاحظت حاجه بقى يعني الفرقه بتاعت 10 لعيبه في الفرقه يا كابتن مش سته بقى وكده مش التزام بقوانين كابتن يعني. ده بيتش في البول كده ثابتين ما بيتحركوش يعني ثابتين يا كابتن يعني بيلعب سيرف ثابت على السيرف اللي ورا ورا كده يعني بس كانت لقطه طريفه الحقيقه وزي ما قلت لحضرتك تحس ان الفولي بول اسره كده غريبه كده هو يعني هو الفولي بول طول عمره في النادي الاهلي من سنه 48 من اول ما اتعمل معسكر مرسى مطروح وهو في ملعب في الرمل قبل ما يخترعوا البيتش فولي بول واحنا اتعلمنا فيه اللعب يعني احنا فتره الصيف كلها اي وقت بنروح مرسى مطروح خصوصا احنا لعيبه الفولي كان على طول بيعملوا لنا ماتشات مع بقيه المعسكرات والمحافظه علشان يعني النادي الاهلي يكسب الفرق دي فبيستغلوا اي وقت احنا بنروح نصيف عشان نلعب البطوله عشان نلعب كابتن فؤاد انا ابراهيم ايهاب زكريا رؤوف توفيق كابتن توفيق ذكريات جميله كابتن كابتن نبيل صلاح كل الناس دي اول ما اللي بيوصل في مرسى مطروح لازم يتعمل ماتشات ولقاءات وبتبقى صحيح طب خلينا استاذن حضرتك يا كابتن نروح لزميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي بارض الملعب ولقاءات مهمه اتفضل يا كريم مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد زي ما بنقول طبعا فوز رائع ومميز بالنسبه للنادي الاهلي املنا الكبير وثقتنا الكبيره في الجهاز الفني ان شاء الله بالحصول على هذه البطوله هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره بينضم لنا كمان في هذه اللحظات الكابتن محمد زكريا طبعا المحلل التقني اللي بيقوم بدور كبير جدا طبعا في تجهيز المباريات قراءه المباريات بشكل عام عايز اتكلم على مستوى البطوله اللي شايف البطوله ازاي بشكل عام الشغل الكبير اللي انت بتقوم بيه كمان يا كابتن محمد ان انت بتقف على كل صغيره وكبيره بالنسبه لنقاط الضعف والقوه للفرق المنافسه كابتن محمد والله احنا ابتدينا البطوله بخمس فرق لعبنا اللي هي اربع مجموعات كل مجموعه ست فرق كان المستوى متواضع ما كانش الا في فرقه واحده بس اللي هي السجون الكيني كانت يعني نوعا ما اللي هي هتلعب دلوقتي مع الجيش وكل الفرق كان مستواها متواضع بالنسبه لنا فده كان مؤشر مش كويس اللي احنا بعد كده هنلعب فرق قويه فكنا عايزين نخش في الجو بتاع الايه بتاع المنافسه الحقيقي النهارده طبعا فرقه كانت كويسه جدا اللي هي جي اس يو دي الكينيه هي واخده تاني المجموعه بتاعت الجيش فرقه فيها فولي يعني اول مره نلعب من يعني لعبنا خمس ماتشات فرقه اسمها نيمو اس بوليس وسبوار وكانت هي الوحيده اللي هي السجون الكيني هي اللي كانت كويسه يعني فدي فيها فولي فيها استقبال فيها ضرب ضغطنا عليهم في بدايه الماتش بالارسالات في الشوط الاول والثاني بعد كده ارسالاتنا ضعفت حتى انا قلت للكابتن ميدو لازم نقوي الارسال وضيعنا ارسالات كتير ابتدوا يخش معانا في الشوط بس الاشواط اللي احنا كسبناها فرق كبير فده يدل ان احنا الحمد لله وده مؤشر كويس او انا اتبسطت
اتبسطت اللي احنا لعبنا النهارده قبل ما نلعب بكره السموحه اللي هي فرقه كويسه، يعني كويس ان هي طلعت فرقه كويسه الفرقه بتاعه النهارده، يعني اللعيبه ابتدت بقى تقف على رجليها، وبكره هتخش من بكره بقى ان شاء الله هنخش في جو الايه البطوله عشان نستعد للنهائي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بكره عندنا ثقه كبيره ان شاء الله في النادي الاهلي، والمؤشرات بتقول فريق الجيش وفريق السويحلي وفريق النادي الاهلي وفريق سموحه يمكن هم اللي ان شاء الله يكونوا الفتره اللي جايه طبعا في المربع الذهبي، لكن بتشوف وصول فرق مصريه بالمنظر ده وبالعدد ده مع مستوى البطوله ازاي يا كابتن محمد؟ والله هو فرقه سموحه وفرقه الطيران اللي هي خرجت النهارده وفرقه الجيش دول واخدين اول وثاني وثالث ورابع الدوري السنه اللي فاتت، هم يعتبر من احسن الفرق اللي موجوده، ينضم لهم السويحلي اللي هو بطل ليبيا وكان واخد خامس في البطوله العربيه اللي كانت في تونس لسه من شهرين، هم دول المتوقع ان هم يوصلوا، وان شاء الله هيبقى النهائي اهلي وجيش، بس الجيش طبعا هيبقى ماتش قوي بينه وبين السويحلي، هيبقى ماتش في الملعب، يعني الفريقين فيهم فولي، الفريقين فيهم نجوم، وان شاء الله النهائي يبقى ان شاء الله هيبقى مصري خالص بين الاهلي والجيش، وان شاء الله الاهلي هياخد البطوله ان شاء الله باذن الله. كده على حضور الجمهور بنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى بالمنظر اللي احنا يعني متفائلين بيه والصاله تكتمل يا كابتن محمد باذن الله. يا ريت اللعيب الجمهور ده هو اللعيب الاول، يعني لما اللعيب بيشوف الجمهور وهتافه بيلعب والحماس بيزيد بالذات جمهور النادي الاهلي، يعني يعني يا ريت الجماهير تيجي، يا ريت الجماهير، النهارده كان جمهور كويس واللعيبه عليت مع الهتاف بتاعهم، وانا بنشدهم ان هم يتواجدوا ان شاء الله بكره وفي النهائي يوم الخميس ان شاء الله. حبيبتي تسلم لي، ربنا يخليك، شكرا ليك. كل الشكر والتقدير من جديد للكابتن محمد زكريا طبعا المحلل التقني لفريق النادي الاهلي على هذه التصريحات، بنتمنى كالعاده كابتن هيثم طبعا ان شاء الله مباراه الغد الاهلي واسموحه تكون من نصيب النادي الاهلي ويصل الاهلي ان شاء الله الى المباراه النهائيه مهما كان الطرف المتواجد، وزي ما بنقول يعني المؤشرات بتقول ان الاهلي والجيش في المباراه النهائيه، بنتمنى يكون التوفيق عليه في النادي الاهلي خلال مباراه الغد وايضا ان شاء الله في خلال المباراه القادمه وهي المباراه النهائيه اللي بنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يتوج هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره بطوله للمره الثانيه طبعا على التوالي. زي ما بنقول يا كابتن هيثم بطوله رائعه تنظيميا وفنيا، وان شاء الله تكمل البطوله وتستكمل البطوله بهذا الاداء المميز تنظيميا وفنيا. عوده ليك يا كابتن هيثم السعيد وكل نجوم الصيف. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا ليك، وبشكرك الحقيقه على اللقاء اللي انت عملته مع محمد زكريا الحقيقه المحلل التقني، لان انا سمعت منه كلام واكد كلام ضيوفنا كمان، لان واضح ان يعني الهارموني كلها واحده. يمكن دكتور اجي لحضرتك هو قال نفس الكلام اللي يمكن حضراتكم قلتوه، يعني في زي ما بتقول يعني هارموني غريبه كده، كل الناس شايفه حاجه واحده. محمد زكريا هو احد تلاميذي وهو الاوبريتور بتاعي في رساله الدكتوراه، فهو حافظ البرنامج كويس جدا. فعلا جه قال لك ان الارسالات ضغطنا عليهم الشوط الاول والثاني، ارسالاتنا هي اللي خسرتنا في الشوط الثالث، ده نفس الكلام اللي احنا قلناه، قال ان كل الشحنه طلعت النهارده على اساس ننزل متماسكين بكره، ده كلام علمي 100%. انا بحب اطمنه واطمن الكابتن جمعه ان النهارده انا شفت الجمهور قبل بدايه المباراه، قبل بدايه مباراه الكوره كان كتير جدا ومالي المدرج اللي هو قدام المقصوره، وبعدين لما ابتدى الماتش خرجوا يتفرجوا شويه وباقي شويه على اساس ان المباراه وان سايد جيم، لما شافوا 25-15 و25-10 طمنوا على المباراه بشكل كبير، فقال لك برضه نطمن على فرقه الكوره. بكره وفي الفاينل مش هيبقى في موطن لقدم في الصاله، وانا متاكد من ده يا كابتن. بالنسبه لاحمد سعيد، احمد سعيد هو الموضه بتاعه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، لان هو لعيب كره طائره شاطئيه بيلعب لغايه بطوله الجمهوريه بطل، وايضا بطل في الصالات. الولد دوت لعيب مميز جدا جدا، وان شاء الله هيكون له مستقبل قوي جدا في الفتره اللي جايه مع ربنا النادي ربنا الاهلي ان شاء الله. كابتن نور، يعني تعليق حضرتك على كلام كابتن محمد زكريا طبعا المحلل التقني، لان الحقيقه هو ده بيبقى اكتر واحد بيتكلم علميا، وطبعا كلام حضراتكم يعني سبق طبعا لان حضرتك يعني اساتذته اكيد. تعليقك ايه على الكلام اللي قاله كابتن محمد زكريا؟ هو اتكلم قال الحقيقه، يعني قال لك الفاينل جيش واهلي، يعني ان شاء الله الجيش يكسب النهارده ان شاء الله، يكسب بكره يكسب بكره ويكسب بكره ان شاء الله ويقابل الاهلي في الفاينل. يعني طب تعليق حضرتك انه سعيد النهارده مباراه النهارده ايه؟ يعني هو سعيد يعني الناس كلها باصه شوط؟ لا بالعكس، انا ما زلنا بنؤكد ان احنا سعداء بده.
علشان يعني بالنسبة له أول ماتش يبقى متوسط يعني. صحيح. باقي كله كان ضعيف وتحطينا في ضغط يا كابتن. انت بتبدأ تخش لا وخسارة الشوط مش ضغط ولا أي حاجة لأن انت عارف ان انت هتفوق وهترجع تاني للجيم. لا انا قصدي الشوط بدليل ان هو 25 26 26 الضغط ده حلو. لا بس انت الضغط ان انت تكسب بقى في الاخر المفروض خبراتك يعني. صحيح صحيح ده اللي ما عملهوش قطب في الاخر يعني. صحيح. انما انت بعد الشوط دوت رحت كسبان الشوط الرابع اقل سكور. صحيح. يعني انت 12 15 وبعدين خسرت. صحيح. 26 28 وبعدين كسبت 25 10 يعني. صحيح. طب كابتن استاذن حضرتك هنشوف لقاء مع رئيس بعثة نادي الخدمات الكيني اللي لعبناه النهارده وارجع لحضراتكم. رئيس البعثة طبعا لنادي الخدمات العامة الكيني مستر موسس طبعا برحب بيه في البداية وعايز اسأله النهارده بيشوف اسباب الهزيمة ايه ومباراة النهارده النادي الاهلي بيشوفها ازاي. He is welcoming you for the first match with you with your team with the Ali club and he asks you about your opinion about this match today. Okay, thank you very much. I also want to thank you so much for giving us that opportunity to be here. According to what I have seen today, the match was very, very competitive. And the best team he matched. Otherwise, I also want to thank my team. They were able to get one set of the competition. And it was a step ahead. Yeah. هو بيشكر حضرتك على انك بتساله على رايه بيقول لحضرتك ان النهارده الماتش كان متقارب جدا بين الفرقتين اللي كان فيه منافسه قويه وان فرقته كانت قريبه جدا ان هي تكسب ومبسوط جدا وهو فخور بفرقته ان هي قدرت تكسب شوط النهارده من النادي الاهلي ان هو فريق طبعا معروف ان هو بطل هو صاحب لقب البطوله وبيقول كمان ان هو مبسوط ان هو حصل على دي ان دي خطوه كبيره جديده تنفع في تقدم ليهم للراوند اللي بعدها. التنظيم بالنسبه له واساله عن رايه في التنظيم واستقبال النادي الاهلي خلال البطوله بشكل عام. He is asking you about your welcoming of the Ali club and organization of this competition. Yeah, first and foremost I want to thank the management of Ali club of the arrangements that they have made. In fact, I personally am very happy because I was able to meet even other African countries that I have never met before. So I would wish to say that the Ali Club, if possible, can organize this kind of event at least twice in a year, depending on financial ability. Thank you. هو بيشكر النادي الاهلي على استضافته للبطوله دي ومبسوط جدا ان هو في نادي كبير زي ده وكيان كبير زي ده وهو نفسه بعد كده ان الاهلي يبقى هو متصدر يعني الفرق اللي هي تقدر تنظم البطولات دي بعد كده بس. Thank you very much. ده كان لقاءنا مع رئيس بعثة فريق الخدمات الكيني الحقيقة اللي كان النادي الأهلي لسه بيلعبه منذ قليل وفاز عليه وتأهل بعد هذه المباراة للمباراة قبل النهائي. كابتن يمكن يعني الوقت بيعدي سريعا بس لو حضرتك عايز تضيف حاجة وبكرة توقعاتك لمباراة بكرة إن شاء الله. قبل ما ندخل لبكرة أنا عايز أوجه كل الشكر والتقدير لنادي الطيران بقيادة كابتن حسن حصري ومعاه كابتن محمد امين امين الصندوق والمشرف على الكره الطايره كاول مره في حياتهم انهم يشاركوا في البطوله الافريقيه. الحقيقه هم طلعوا من المربع الذهبي بفارق نقاط لان 3-2 ده حاجه مشرفه جدا ان في شغل في اهتمام في مولد نادي مع الاهلي والزمالك والجيش وسموحه والطيران خمسه فالدوري بيعلى والفرق المصريه ما بقتش الاهلي والزمالك لوحديهم ان شاء الله. اما بالنسبه لماتش بكره هما ماتشين حضرتك لان احنا نادي الجيش يهمنا جدا زي النادي الاهلي بالظبط. صحيح. وزي نادي سموحه. صحيح. دول ثلاث انديه لازم يعني الطبيعه بتقول ان اثنين بس اللي هيوصلوا للنهائي فانا بتمنى كل التوفيق مع التركيز لنادي طلائع الجيش في مباراه هامه جدا مع السواحلي الليبي.
السواحلي الليبي الحقيقه في من مصراته، كل مصراته وكل ليبيا وراه بتشجعه، وفي جاليه ممكن تيجي ليبيا بكره تحضر المباراه. اشقائنا واهلا بيهم. ادي نمره واحد ان النادي الاهلي زي ما تفضل كابتن عبد العال وقال احنا بنفكر في ماتش بكره، ما بنفكرش في ماتش بعد بكره. صحيح يا كابتن. فماتش بكره ننزلوا مركزين، كابتن ميدو ومعاه كابتن زكريا وكابتن تامر ياسين وكابتن جمعه يبداوا مع بعضيهم، معاهم الناحيه الفنيه والناحيه الطبيه، معاها الجهاز بتاعها الاوبريتور يجهز محاضرته، يبدا الاهلي نازل فول باور، يبدا يستعد. ايضا نادي سموحه لابد ان هو بيعمل نفس الكلام دوت، وشرف كبير جدا لنادي سموحه ان هو وصل للدور قبل النهائي، والقرعه وقعته مع النادي الاهلي المصري. كل امنيات الطيبه للثلاث فرق المصريين، وده حاجه نتباهى بيها في النادي الاهلي ان ثلاث فرق من الاربعه وصلوا في المربع الذهبي. صحيح يا كابتن، كلام محترم، وانا بضم صوت حضرتك في كل كلمه قلتها. كابتن نور، كلمه اخيره قبل ما نختم لقائنا النهارده ان شاء الله. ان شاء الله بكره النهارده باذن الله الجيش يكسب باذن الله. بكره ان شاء الله ماتش ان شاء الله يبقى سهل بالنسبه للجيش وهيكسب السوحلي ان شاء الله. الفاينل ان شاء الله اهلي وجيش وسموحه والسوحلي هيلعبوا على الثالث والرابع، وان شاء الله السموحه يعلق ياخد ميداليه برونزيه، يبقى انجاز كبير ليهم، يبقى الثلاث فرق المصريه اول ثاني ثالث باذن الله يا رب. يا كابتن بشكر حضرتك، كابتن نور عطيه نجم النادي الاهلي، بشكر حضرتك ونورتني وشرفتني في الاستوديو، واستمتعت جدا بكلام حضرتك الفني يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، يعني ده بيتنا طبعا، احنا يعني ترعرعنا في النادي الاهلي من واحنا عندنا خمس سنين، واحنا عشنا في النادي الاهلي وده بيتنا يعني، وما نقدرش ما نجيش يعني طبعا. وانا بشكر حضرتك، انت قضيت معانا يوم طويل حضرتك والدكتور فؤاد، وتحملته ده عشان حبا في النادي الاهلي. اكيد طبعا، طبعا. اكيد بشكر حضرتك يا كابتن. شكرين. شكرا ليك دكتور فؤاد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا، حضرتك نجم كبير، نجم اسطوري، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على تواجدك معانا، وان شاء الله تتكرر كثيرا ان شاء الله، بالتوفيق للانديه المصريه كلها، بالتوفيق للنادي الاهلي. شكرا جزيلا. شكرا. اعزائي المشاهدين، بشكر ضيوفي وبشكركم، كان يوم جميل، وفولي بول الحقيقه استمتعنا بيه. بكره ان شاء الله عندنا يوم مع قبل نهائي بطوله افريقيا، خلاص فاضل خطوتين ان شاء الله، وزي ما قلت تسيطر طائره الاهلي ونسر الاهلي يسيطر على الاجواء في سماء افريقيا ان شاء الله. الكره الطائره سيدات خلاص خلصنا النص المشوار، لسه النص الثاني فاضل عليه خطوتين، كل التوفيق للنادي الاهلي، هنتابعه معانا على صفحتنا، هيكون يومنا بكره شكله ازاي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واللقاء غدا في قبل نهائي افريقيا في نسخته 27. شكرا جزيلا لحضراتكم.